إنما السينما كمان يعني كانت بوجود نجيب عياد كانت احتفاء بهذه الشخصية، وهو أيضا له القدرة أن يجعل كل من يشارك في قرطاج بالتحديد أن يحس أن هناك مهرجان مهم فيه كل ما يلزم، وفيه حرص شديد على هذا الفن الراقي العظيم أن يكون بأفضل صورة كما أرادها نجيب عياد دائما، كما هو تلك الشخصية الجميلة، ذاك الرجل الذي كان يطل من أي مكان ننتبه أنه نجيب عياد هو موجود. والله يعني هذا الفقد فقد من القلب، يعني القلب بلا نبض وبلا حب، أنا هيك بعتبره. بس إن شاء الله يعني الموجودين والقائمين على المهرجان يقدروا، يعني أكيد راح يكونوا يعني يعوضوا عن فقد شخص عظيم مثل الأستاذ نجيب عياد. نجيب عياد اللي عرفناه يعني سواء هنا ولا في الجزائر في عدة مناسبات، اليوم أعتقد نجيب عياد هو موجود معنا بروحه، وموجود معنا بإنجازاته وبالعلاقات، بالعلاقات الإنسانية اللي بناها مع الناس، بحب الناس، موجود أيضا بفريق عمله اللي رافقه بكل هذه السنوات، اللي طبعا يقدم عمل ممتاز على مستوى تنظيم المهرجان واختيار الأفلام. نجيب عياد رغم غيابه هو موجود وحاضر في نفوس الجميع، لكني أود أن أقول أن هذا المهرجان السينمائي على مدى أكثر من نصف قرن يعني، وهو يواظب منذ تأسيسه وكل من استلمه واستلم إدارته في كل المراحل، دائما هناك دفاعا عن سينما جيدة وجديدة سواء عربية أو أفريقية. من المحزن أنه يكون اسم هاي الدورة نجيب عياد. أنا بالنسبة لي بعرف نجيب يمكن من زمن طويل، من أول ما بدأت السينما كنت صغير جدا. نجيب بالنسبة لي كان يعني بمثابة أخ كبير وصديق، ومن الأشخاص اللي آمنوا بالسينما اللي عم نصنعها. كان هو شخص فاعل كمنتج وكسينمائي متواجد بهذا المهرجان، وأنا أعتقد ظل تواجده قبل وبعد ما يعني حتى السنوات القادمة هيكون ظل متواجد، لأنه الأستاذ نجيب عياد له تاريخ طويل مع السينما التونسية، مع الفعل السينمائي العربي عموما والأفريقي. سي تري ايموفون. اول حاجه سي نجيب الله يرحمه، الموت نتاعو جيت على غفله، حتى واحد ما كان يستنى فيها. انا بيجي نسخيل اون فارس من الاول، نسخيل العباد عرفتك مولع عنا خاطر التوانسه تفليك ثقيل، دونك تخطف على خاطر كنا نستناو باش نلقاوه في الدوره هذه معنا كيف العاده. معناها فقدان واثر فينا برشا برشا. الدوره هذه خاصه جدا لان هي دوره نجيب عياد احتفاء بنجيب عياد الراحل. مشى في وقت صعيب برشا من تحضير ايام قرطاج السينمائيه، و يظهر لي التصور الفني كل اللي معمول في المهرجان هو اللي كان قايم عليه بنسبه 100% ومحضر ومعناتها لابد للحياه ان تستمر، لابد للفن ان يستمر، وان شاء الله على روح الاستاذ نجيب عياد سيستمر الفن وستستمر الحياه. نجيب عياد سي سيغ خلا بلاصه كبيره ياسر، سيغتو كنت هكا نراه وطلت ووهرت ووقفت وكل شيء، انا نحس موجود ان توكا ما بيناتنا، خاطر معناتها دموع تهبط كي تبدا تحكي على السينما من غير نجيب عياد. نجيب عياد كان ولا يزال بالنسبه لي انا ان توكا قيمه ثابته في السينما وفي الدراما التونسيه وفي الانتاج زاده. راجل من خيرة الناس اللي عرفتهم في التربية وفي الطيبة وفي كل شيء به الحقيقة، معناتها نحن نستفقدوه، أو أنا اليوم نستفقدوا أكيد في مهرجان قرطاج السينمائي، ونستفقدوا زيدا العام جاي في رمضان، على خاطر نقولوا دراما من غير نجيب عيد ما تسوى حتى شيء. وأونيتمون أنا خدمت معاه بليزيوغ بروجي ما فهميش منه الطينة هذيك الراجل هذيك.